اهلا بكم مشاهدينا وفقره جديده من فقرات دي دكتورز. انا عايزه اقول لكم ان في بنات كتيره جدا ممكن تتخلى عن فكره الجواز، ممكن تقول لا انا مش مؤهله نفسيا دلوقتي لخطوه زي دي، انا عايزه اجلها شويه لحد ما اكون مستعديه للستاب دي في حياتي. بس مفيش بنت ما بتقعدش مع نفسها كده وتتخيل ان هي ام ويبقى عندها بيبي وتفرح بيه. بس للاسف في بنات لما بتيجي للمرحله دي وبتستعد وتقول خلاص انا هستقر وهعمل بيت وهعمل اسره بتواجه مشكله تكيس المبيضين. بتروح عند الدكتور تكشف فين المشكله، بتتشخص بمشكله تكيس المبيضين. طيب جات لي ليه؟ اقدر مثلا اقول ان هي حاجه جيناتكس، حاجه وراثيه؟ طب في عوامل انا ممكن اكون بعملها في حياتي العاديه ادت لمشكله زي دي؟ كل ده هنجاوب لكم على الاسئله اللي بتدور في دماغكم دلوقتي. بس اسمحوا لي الاول ارحب بالقيمه العلميه الجميله الموجوده معايا النهارده في استوديو ذا دكتورز، دكتور عبد اللطيف سويلم، استاذ علاج العقم واطفال الانابيب والحقن المجهري، رئيس مجلس اداره مستشفى نور الحياه. اهلا بيك يا دكتور ومنورنا دايما في الدكتور. اول حاجه بقى يا دكتور، انا عايز اعرف موضوع تكيس المبيضين ده بقى منتشر في وسط البنات كلها وفي سن صغير ليه؟ طبعا هو تكيس المبيضين ده من الامراض اللي منتشره فعلا، ولكن لما نقول الـ 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 الإحصائية بتاعته كام على مستوى العالم؟ تقريبا 10% من الستات على مستوى العالم ممكن يجي لها تكيس في المبيضين. ولكن تكيس المبيضين تعريفه هو عبارة عن خلل في الهرمونات بتاعة التبويض، تمام، أدى إلى عدم حدوث التبويض في الدورة الشهرية مرة ورا مرة ورا مرة، فتكون أكياس صغيرة حجمها بويضات يعني حجمها لا يزيد عن 10 ملي، من 10 الى 12 ملي او اقل في المبيض، كل المبيضين مش مبيض ومبيض، وده ادى الى تاخر الدوره الشهريه. تمام، ده تعريف تكيس المبيضين. التشخيص بقى بتاعه بيتم ازاي؟ لكن ما هقول لسيادتك، اتفضل يا فندم. مهم جدا ان احنا نعرف التشخيص، لانه التشخيص الخاطئ بيدينا انطباع انه تكيس المبيضين ده مال الدنيا وكل الستات عندها تكيس مبيضين. لا، ده من سوء التشخيص. لابد ان احنا نعرف إن ازاي نشخص تكيس المبيضين. تكيس المبيضين لازم يبقى فيه عندي دورة شهرية مش منتظمة. هذه الدورة الشهرية اللي مش منتظمة بشرط انه ما يبقاش واحدة لسه دخلت عندها البلوغ. وفي خلال 3 سنين من البلوغ الدورة الشهرية وارد طبيعي جدا ما تبقاش منتظمة. أول 3 سنين بعد البلوغ بالظبط وارد جدا إنها ما تبقاش منتظمة خالص. ما أقدرش أقول لدي أنت عندك تكيس مبيضين، حتى لو عملت لها موجات صوتية، والموجات الصوتية أثبتت إنه في أكياس صغيرة وكده، لأنه ده قد يكون نورمال ايفنت، يعني حاجة طبيعية في هذا السن. تمام، لغاية لما يبدأ المبيض يصلح نفسه بنفسه. تمام، يبقى اذا لو احنا شخصنا يبقى احنا كده اوفر. اوكي، لكن علشان اقول بقى تكيس مبيضين يبقى في لخبطة في الدورة الشهرية. قد ايه بقى؟ اقل عدد في الدورة الشهرية 21 يوم. اوكي، اكتر عدد 35 يوم. افرضي زادت عن كده يبقى ده بنقول تكيس مبيضين. تمام، او لخبطة في الدورة الشهرية. بمعنى، او في حاجة تانية يعني. ايه بقى؟ لو الست دي او البنت دي جالها في السنة عدد مرات الدورة الشهرية 8 مرات فاقل، يبقى دي بقول في تغيب في الدورة الشهرية، وده قد يكون ناتج عن تكيس المبيضين. ولازم يبقى في عندي علامه من العلامات الاخرى. ايه بقى؟ اللي هو لانه تكيس المبيضين بيبقى مصحوب بارتفاع في هرمونات الذكوره. تمام، لما هرمونات الذكوره ترتفع عند يبقى ده ممكن يكون مؤشر. بالظبط، ممكن ده يديني علامه كلينيكيه، اللي هو العلامه اللي الدكتور يشوفها، اللي هو الاقي مثلا زي شعر في الوجه او في بيطلع في اماكن مش طبيعيه البنت ان هي بالنسبه للبنات. ادي واحد. نمره 2، قد يكون هناك الحبوق، حب الشباب الجامد. اوكي، ده برضه علامه من العلامات. طب ما هيعرفوا منين بقى يا دكتور؟ هيقولوا طب ما دي مرحله طبيعيه وانا في العشرينات وبيطلع لي حب الشباب. يكشف ويعرف. اوكي، كل الحاجات دي جنب بعض. المرضي طبعا دي جنب دي جنب دي. اوكي، قد يكون تساقط الشعر لدرجه ان هو احيانا يعمل صلع، لانه ده من زياده هرمون الذكوره.
نفترض الواحدة عندها تكيس مبيضين ولكن ما عندهاش علامة من هذه العلامات. تمام. اعمل ايه؟ نعرف بتحليل الهرمون هرمونات الذكورة. يعني اي حد دلوقتي بيتفرج علينا يقول طب انا قلقانة لا يكون عندي الموضوع ده، تروح تعمل تحليل بالظبط اسمه لا ايه؟ لا بس بشرط. ايه بقى؟ بشرط ان يبقى فيه لخبطة في الدورة الشهرية، لكن مش واحدة عندها حب الشباب والدورة الشهرية بتاعتها منتظمة تروح تعمل تحليل لهذا الهرمون. طب والبنات اللي برضه هتقول دلوقتي اصل انا بقالي شهر في التاني بتتأخر مرة يومين، بتأخر مرة خمس ايام، ده ايه بقى علامة الايه؟ لا ما هو ده برضه قد يكون علامة من علامات تكيس المبيضين. اوكي. ولكن مصعوب برضه ان انا لازم اعمل لها موجات فوق صوتية. تمام. والموجات الصوتية تثبت ان هي عندها تكيس مبيضين. ولكن الموجات الصوتية غير مطلوبة في اول 3 سنين بعد البلوغ لانه قد يكون هناك اكياس صغيرة في المبيض، اكياس اللي هي بويضات صغيرة في المبيض، ويكون ده طبيعية في زي الفترة. ما قلنا طبيعية في الفترة دي لغاية لما المبيض يصلح نفسه والتبويض يبدأ ينتصر. طب ده ممكن المرض ده يا دكتور يأثر على نوعية البويضات ولا ملوش علاقة؟ هو طبعا ممكن يأثر على نوعية البويضات، ممكن يمنع التبويض من الاساس فبالتالي يمنع الحمل. تمام. الاهم من ده كله ما هو العلاج؟ يعني لابد ان احنا نعمل الفحوصات بتاعتنا علشان نقول انه دي عندها وخلاص شخصنا ولقينا المشكله دي تكيس مبيضين. اول خطوات العلاج هو يعني علاجات سواء كانت ديت مش عايزه الست بنت ممكن تاخد بعض العقاقير اللي تنظم الدوره الشهريه احيانا. ده اول خطوه حاجه دوائيه طبعاً يعني علاج دوائي. ممكن اديها حبوب منع الحمل، ممكن وهي لسه بعض الادويه حاجه اسمها ايسانايل استراديول بجرعات معينه عشان تنظم لي الدوره الشهريه، وبعدين اغير اللايف ستايل بتاعها. بمعنى ايه؟ بمعنى لو واحده تخينه وعادات الاكل بتاعها لابد ان هي تعمل دايت وتروح لدكتور بتاع دايت. هيأثر يا دكتور؟ طبعا طبعا هيأثر. ده نزول الوزن ممكن يصلح يزود نسبة حدوث حمل بالظبط، ويصلح التكيس المبيضين، لدرجة انه حديثا بدأت تدخل عمليات البرياتريك سيرجري اللي هو العمليات بتاعت التخسيس دي، بدأت تدخل على لاين علاج تكيس المبيضين. أوكي. هو صحيح ما هواش حاجة بقت جايد لاين في العالم كله، ولكن لقوا ان هي بتعمل كده، بتعمل اللي بتعمل العمليات دي وعندها تكيس مبيضين بيتصلح التبويض عندها تماما تماما، والدورة بتستعيد نشاطها من تاني وبيحدث حمل وعادي خالص. طب ولو احنا مثلا يا دكتور البنات اللي تبقى قلقانه مثلا وهي بتتفرج علينا دلوقتي تقول طب ما انا لو اخدت الادويه دي دلوقتي ولا حبوب منع الحمل ولا اي حاجه ما انا كده بلعب في هرموناتي وممكن يحصل لي مشكله. لا في الهرمونات لا، ده كده هي بتظبط التبويض بتاعها ايضا، ما اقدرش اسيبها اوكي بالطريقه دي، لانه هي العمليه مش مقصوره على عدم التبويض، لا ده له تاثيرات على الجهاز الدوري عندها اللي هو القلب والاوعيه الدمويه، ده ممكن يؤدي الى حتى يعني ترسب للدهون في وتصلب شرايين، ممكن يؤدي الى سكر، ممكن يعني في ممكن يؤدي الى حدوث اورام خبيثه في الرحم والثدي وهكذا. يعني اذا انا لازم محتاج علاج اكيد، ما سيبش البنت واقول لا لما تتجوز والكلام ده بالظبط، اللي هو بعد الجواز نبقى نشوف المشاكل دي بقى. لا طبعا. طب واللي عندهم المشكله دي يا دكتور منمن بنتكلم في وقت قد ايه ممكن يتحل فيها المشكله دي؟ هقول لسيادتك هو ده من الامراض المزمنه ولكن افرضي دي خلاص متجوزه وعايزه حمل فقلنا لو تخينه لازم تخس فياخد الديوريشن بتاعها وقتها بالظبط، وبعدين نبدا ندي تنشيط بالعقاقير العاديه خالص اللي هو بالادويه اللي بتتاخد بالبوك ونشوف الاستجابه بتاعتها بالظبط، ونشوف استجابتها. تمام. واستجابتها متابعه التبويض، ممكن ادي حقن، ممكن ادي عقار اسمه الميتفورمين اوكي ده بيزود لي الخصوبه او بيزود لي التبويض وهكذا. ممكن الجا اذا فشل ده كله في بعض الحالات الى منظار البطن، لكن مش هو اللاين الاساسي، مش هو ده اللاين الاساسي. لا طبعا. أوكي. لا طبعا. تمام. ممنوع ممنوع
لا لو حمل منظار بط يبقى لازم اعرف واقول للست او البنت اللي جايه دي انه منظار البطن مخاطره ايه وانا بعمل كي للمبيضين، وده اللي هنعمل عليه بالظبط سيجمنت كبيره جدا جدا لازم. عشان برضو ناس كتيره بتسال ده عليه، ده مهم جدا. انت نورتني جداً. النهارده يا دكتور وبشكرك شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. بشكر دكتور عبد اللطيف سويلم استاذ علاج العقم واطفال الانابيب والحقن المجهري رئيس مجلس اداره مستشفى نور الحياه، بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد اللطيف. شكرا. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا، اشوفكم على خير ان شاء الله في رعاية الله.